العملية دي مش هتبقى زي أي عملية عملناها قبل كده، دي هتبقى عملية العمر. هنطلع منها بقرشين كويسين أوي، وفي نفس الوقت هتحقق لنا أمان عمرنا ما كنا نحلم بيه. طب قرشين كويسين مفهومة، لكن إيه موضوع الأمان ده؟ إحنا شغلتنا دي مش زي أي شغلانة، دخول الحمام فيها مش زي خروج. يعني لو عايزين نفارق من الشغلانة دي ما ينفعش نفارق فيها بمزاجنا، لأن الفراق فيها بالدم. عشان كده أنا اتفقت مع سراج وقلت له إن دي العملية الأخيرة، يعني زي ما بيقولوا ختامها مسك. وسراج نفسه عايز يكت من البلد، ياخد تحويشة العمر والهبرة الكبيرة دي ويسافر بره البلد خالص. عشان كده الفراق هنا هيبقى بالاتفاق، كل واحد هيروح في سكة ومحدش هيعرف التاني راح فين. بس احنا فتح عين البوليس مبرقة علينا قد كده؟ بعد ما عرفت ان طارق ساب الداخلية انا اطمنت، وفي نفس الوقت احنا لازم نعمل اللي علينا ونعمل تخطيط ما يخرش المية. مش احنا بس اللي متراقبين يا فتحي، البوليس كمان مراقب كل الناس اللي نعرفها، والدليل على كده اللي حصل لكارما لما البوليس رصد غنيم وكبس عليه وهو بيهاجمها. وطارق حتى لو ساب الداخلية شغل الضباط لسه في دمه، والعملية هتتعمل معاه هو وحماه ومراته، وزي ما انتوا بتحكوا كده واضح انه مش سهل، يعني اكيد مأمن نفسه كويس. كل اللي انت بتقوله صح يا عدوي، بس هنعمل ايه؟ ملهاش حل، هي عاملة زي الدومينو مقفلة، يا إما ننفذ يا إما نخش في حرب مع ناس ما بترحمش. طب والفلوس اللي جاية من ورا العملية دي كام يعني؟ نص مليون دولار. إيه؟ نص مليون دولار هيتقسموا علينا كلنا؟ لا، نص مليون دولار لكل واحد فيكم. يا دين النبي! لا لا لا، انت بتهزر فتحي. ايه الحاجات دي فيها هزار يا اكرم؟ دي خبطة العمر بجد يا فتحي. وبعدها ابوك عند اخوك، وكل واحد يعيش حياته بطريقته، وتسيبنا بقى من عيشة الشقة والخطر اللي احنا عايشينها دي. الله عليك يا فتيحة، خش بقلب جامد. اتقل يا اكرم، الموضوع مش فتحة صدر، وبعدين الغلطة هنا هتبقى بفورة. الموضوع عايز مننا مجهود وتخطيط وتكتكة على الرايق. لو على التكتكة انت سيب بني تكتك. دي مش عايزة تكتكة، دي عايزة معجزة يا فتحي. وبعدين زي ما انت عارف البوليس عينه علينا كويس قوي، وابن الواطية اللي اسمه غنيم ده بينطلنا في كل حتة. وطبعا انت عارف ان طارق وحماه ناس مش سهلة، واللعب معاهم خطر بجد. عندك حق نادر، هي معجزة، بس شطارتنا بقى يا رجالة ان احنا نخلي المعجزة دي تتحقق على ارض الواقع. يا عم فتحي النبي ابوس ايدك عشان دماغي لفت، بس قول لي كده من الاخر انت ناوي على ايه بالظبط؟ احنا في الاول نعمل اول خطوة، بعد كده يحلها حلال. طب ومطلوب مننا نعمل ايه يا فتحي؟ هنستكشف ونعاين قصر عامر اللي طارق ومراته قاعدين فيه دلوقتي. فيها يا فتحي بس؟ انت بتقولي نعين وانا عمال اقول لك طارق وحماه وغنيم والدنيا كلها مقلوبه علينا يا فتحي، وانت جاي تقولي نعين؟ ايه يا فتحي في ايه؟ انت عايزهم يرصدونا وبعد كده يعملوا لنا كمين كلنا نروح فيه؟ بصراحه دربو عنده حق يا تاح، احنا لو حد بس لمحنا حوالين القصر هنتنفخ. ها خلصتوا فتاوي؟ كل واحد قال اللي عنده. العملية دي كبيرة، يعني اللي خايف يوريني عرض كتافه ويروح. يلا قد منك ليه كل واحد يروح. يا اسمعوني بجد، الشغل اللي جاي صعب، صعب قوي، مش هينفع في كلام،
لازم ننفذ على طول. وبقول لكم ايه، انا عايزكم دلوقتي كل واحد فيكم يروح على بيته، وانا عارف ان البوليس بيرعبنا. كل واحد يعيش حياته عادي جدا لغايه ما نتقابل بكره في المزرعه. وانتوا جايين، انتوا عارفين برضو ان البوليس هيبقى مراقبنا، واحنا برضو عادي جدا، مفيش اي حاجه. ها فتحي، طيب المعاينه دي هتتم ازاي؟ جرايا تربو، ما تبقاش لحوح. هقول لكم على كل حاجه لما تجولي المزرعه، بس انا اقعد قدام الشطرنج كده واحضر الاول نقله.